Well, good morning, everybody. صباح الخير جميعا. Thank you so much for being شكرا جزيلا لوجودكم معنا. شكرا لانضمامكم إلينا. أشكر السادة الموقرين. يطيب لي وجودكم هنا في ميامي. وأريد أن أشكر الشركات المحلية وممثليها. طبعا أنا من جنوب فلوريدا من هذه المنطقة وأشعر بالتواضع لأنكم اخترتم ميامي بخلاف المدن الأخرى في عالمنا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أشكركم على اختياركم مدينة ميامي لإمضائكم وقتا فيها واستثماراتكم فيها. طبعا أنا منحاز لهذه المنطقة وأنا متلهف لإمكانيات تعزيز العلاقة بيننا. كنت في الدوحة و طبعا قابلت وزراء رفيعي المستوى وقد ذهلت وأخذت الدهشة مني كل ما أخذ بسبب ما رأيت والنمو والطفرة التي تشهدونها. سوف نجيب عن بعض الأسئلة وسوف نجعل هذا الحديث غير رسمي. ولدينا بداية سوف يبدأ بها سعادة نبيل محمد الغلي وهو المدير التنفيذي لقطر الديار وسوف يتحدث عن شركته ويعرض علينا عرضا تقديميا. تفضل. Good morning. Thank you for coming. Ladies and gentlemen, thank you for hosting us here in Miami to be the first city that we share with you our opportunities that could make values to both parties, Qataris and Americans. I'd like to start a presentation with a video showing our investment as Qatar Diyar. Qatar Diyar is one of the major real estate arm for Qatar, and we are investing in so many countries and with a hard portfolio. عقارات في دولة قطر ولنا استثمارات في عدة دول. We'll
أعتقد أنه بهذا المقطع الفيديو لقد استعرضنا معكم ملخصا موجزا حول ما هي قطر. لدينا استثمارات في 22 دولة في 5 قارات، استثمرنا أكثر من 40 مليار دولار في التطوير العقاري ومكاتب بالتجزئة وغيرها. نحن بدأنا في الولايات المتحدة، لدينا 3 مشروعات ضخمة في الولايات المتحدة وهي ناجحة، 2 مشروعان منهما في واشنطن العاصمة وواحد في لونغ آيلاند في نيويورك، والمشروعان في واشنطن هما في مركز المدينة. لقد قمنا بتشييد تقريبا 125 ألف متر مربع من المباني السكنية، وهي تعتبر من أفضل المشاريع المشتركة التي حققناها، كما أننا نعمل على تشييد كورناد ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في نهاية هذا العام. والاستثمار الثالث وهي جاك لايز في مدينة لونغ آيلاند في نيويورك، وهي منطقة مباني مكاتب. وكما شاهدتم من الفيديو، نحن نستثمر في مشاريع مشتركة مع الأمريكيين، إذا نحن نقدم هذه الفرص ونتقاسم الأرباح. إضافة إلى ذلك، قمنا بتوفير تقريبا 8900 فرصة عمل للأمريكيين، وكذلك 65 مليون دولار هي من عائدات الضرائب، وكذلك الكثير من البرامج للأمريكيين. إذن نحن نضيف قيمة حيثما نحط، وإن أحد العناصر الرئيسية الذي يبحث عنها أي مستثمر أمريكي هي ما فائدة في ذلك. الآن أحدها هي أن إقامة شراكة مع أحد أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة في مشاريع العقارية. العنصر الأول هي أن تقيموا شراكة مع مطوري عقارات من الطراز الأول، وكذلك شركة تتسم باستقرار مؤسسي وإداري، وكذلك أن نركز مشروعاتنا في مراكز المدن كما فعلنا في واشنطن دي سي، حيث قمنا بالاستثمار في قلب المدينة أو حيثما نعتقد ونتنبأ بوجود نمو في تلك المناطق كما فعلنا في لونغ آيلاند في نيويورك. هذه هي المناطق التي نفضل أن نستثمر فيها. منتجاتنا تركز على الجودة، نحن نركز على المكاتب وكذلك المناطق السكنية وكذلك الاستعمال المزدوج. ناقشنا المواقع والاستثمارات. نحن عندما نستثمر نبحث عن المستثمرين الأساسيين في سنة، نحن نسعى إلى من 30 إلى 40%، وكذلك نحن النمو المتوقع في الاستثمارات والتطوير تقريبا 15%. هذا هي نوع المتطلبات، وبالتالي المستثمرون الأمريكيون الذين يبحثون إلى إقامة علاقات شراكة معنا، هذه هي المعايير التي تهمنا للدخول معهم في علاقات شراكة. سوف أتطرق إلى بعض العناصر الرئيسية. استثمرنا في المملكة المتحدة ما يقرب من 8 مليارات في مشروعات السفارة الأمريكية التي تم تحويلها إلى فندق روزوود هوتيل، فندق 5 نجوم، وهو قيمة مضافة لمدينة لندن، لأنه كانت هناك أمر مفقود في قلب لندن. ونحن بهذه المشروعات نضيف قيمة، وهي في موقع متميز، كما أننا نستثمر في تشيلسي باركس، وهي في أحد المواقع المتميزة كموقع تجاري، كذلك مع المملكة المتحدة. يوجد لدينا شراكة مع شركات مختلفة، وكذلك مشروعان كبيران ومع شركة مشروع كناري وولف.
إذن يوجد لدينا أعمال تجارية بمفردنا وكذلك أعمال تجارية بالشراكة مع شركاء. مدينة لوسيل هي طفلتنا، هي مدينة تقع في إلى شمال العاصمة القطرية قطر، حيث نتوقع بأن معظم الاستثمار التنمية ستكون في لوسيل، وقد خصصنا أراضي للمباني السكنية وكذلك المباني التجارية ومدارس وغيرها. إذا هي مدينة متكاملة، حيث أدخلنا بعض التعديلات، وكما يمكن أن تستوعب 450,000 نسمة. يوجد هناك فنادق، 3 مراكز التسوق وشواطئ، وكذلك مواقف سيارات متاحة للجميع. جعلنا منها مدينة ذكية، يمكن للناس أن يعيشوا في تلك المدينة ويقطنوها ويعملون فيها، وكذلك تسمح لذوي الدخل المحدود وحتى المستويات الاقتصادية المختلفة. لقد وفرنا لهم وحدات سكنية ملائمة وتتناسب مع مستويات دخلهم. إذن هي مدينة يمكنها أن تستوعب مختلف أنواع السكان. لوسيل كما ذكرت لكم هناك الكثير من الفرص، أدعو إليها المستثمرون الأمريكيون. يوجد لدينا الكثير من الأراضي المتاحة، معظم هذه الأراضي تم بيعها لمستثمرين محليين أو حتى دوليين. هناك تقريبا 330,000 متر مربع متاحة للمدارس، حيث نسعى إلى تخصيصها لمدارس ذات سمعة جيدة، من خلال ذلك نعزز من قوتنا. من ناحية ما زال هناك 63,000 متر مربع للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك سيتم تشييد أحد مستشفى ومراكز أخرى. يوجد هناك مناطق سكنية تقريبا أكثر من 1,000,000 متر مربع، والضيافة تقريبا 205,000 متر مربع لخمسة فنادق، وكذلك كثير من المناطق للخدمات. توجد فرص كبيرة في للمستثمرين الأمريكيين، إما من خلال شراكات محلية أو أن يستثمروا بمفردهم أو أن يستثمروا معنا لإقامة علاقات شراكة مع المستثمرين الأمريكيين. وأستعرض معكم بعض الصور التي توضح شكل مدينة لوسيل. ونحن أيضا لمعلوماتكم نستثمر في قطاعات أخرى، نستثمر في آسيا تقريبا 2.7 مليار دولار، 3.7 عفوا في المغرب وتونس، وفي السودان استثمارات أخرى وأسهم أخرى في قطع أراضي داخل قطر وخارج قطر. لا أريد أن أخذ المزيد من وقتكم، ولكن هذا ملخص موجز لأعمالنا وما نتطلع إلى. وجزء من تواجدنا هنا هو ليس فقط الاستثمار في الولايات المتحدة مع شركاء أمريكيين، بل نسعى إلى تحقيق علاقات شراكة استثمارية في قطر مع شركاء قطريين. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لهذا العرض المميز. أعتقد أنك غطيت الكثير من التفاصيل، ولكن أريد أن أطرح عليك سؤالا. هل لك أن تتحدث عن التوقيت وعلاقة ميامي وجنوب فيرجينيا بهذا الأمر؟ نعم، نحن هنا متواجدون وقد قطعنا مسافة طويلة لنصل إلى ميامي لكي نبحث عن مستثمرين جيدين لمساعدتنا، أي أن نساعد بعضنا البعض، سواء أرادوا أن يستثمروا في الولايات المتحدة. وكما رأيتم لدينا قصص نجاح كبيرة في الولايات المتحدة، وكذلك يمكن إنشاء مثل هذه القصص الناجحة في قطر. مدينة لوسيل تتمتع بالاستقرار والبنية التحتية قد اكتملت فيها تقريبا أكثر من 80%، تقريبا 38 كيلومتر مربع. نحن نبحث عن مستثمرين في الولايات المتحدة وخاصة من ميامي للاستثمار، سواء في القطاع السكني وفي المدارس وفي المستشفيات.
بالنسبة لمدينة لوسيل، هناك صناعات تحدث عن الضيافة، وهل هناك شركات تكنولوجيا أخرى أو قطاعات أخرى في ميامي من ناحية التجارة أو ما شكل ذلك يمكن أن تتوائم أنشطتها مع ما يجري في لوسيل؟ بكل تأكيد توجد هناك الكثير من الكيانات هنا في الولايات المتحدة أو في ميامي يمكن أن نتشارك معها، سواء معنا أو مع أي مستثمرين من أعضاء هذا الوفد الزائر في ميامي الذين يمكن أن يوفروا قيمة لنا ولهم كما فعلنا في الولايات المتحدة، حيث كما رأيتم لدينا قصص نجاح من الاستثمار المشترك. نحن حققنا أرباح وكذلك المستثمر الأمريكي حقق أرباح ووفرنا فرص عمل وأضفنا قيمة. شكرا لسعادتك، وبطبيعة الحال سوف نطرح عليكم أسئلة بعد قليل. مدير قسم النهوض بالاستثمار لديه ما يقوله الآن، تفضل سيدي. شكرا جزيلا، السلام عليكم. أريد أن أقول أن وزارة التجارة ممثلة بإدارة النهوض بالاستثمار أو الترويج للاستثمار تلعب دورا أساسيا لاجتذاب المستثمرين ليخططوا مسارهم في السوق القطرية. وخلال عام 2017 كان ثمة مبادرة لاستعراض قانون الاستثمار وتحسين المواد المرتبطة بالسوق القطرية، وأول شيء بطبيعة الحال يقوم به المستثمرون هو أنهم ينظروا في التصنيفات الاقتصادية لكل دولة. في عام 2017 إن تقرير التنافسية الذي حرر لعام 2017 عوامي 2017-2018 احتلينا المراكز الأولى في هذا المقام، وكنا بطبيعة الحال which operate and allow the companies and logistics within the market to work hard and expand their business. And we were the fifth in the venture capital availability. Also the fifth in the availability of science and engineers in the country. That's directly linked to the companies of scientifics and research companies that would like to open their headquarters or branches in Qatar, as we have most of the well-known international universities. So this is in glance about the most important things of the things that attract investments. Great. Thank you very much for that. Does the investment law allow for شكرا لك. قانون الاستثمار هل يسمح باستثمارات لشركات أجنبية الأمريكية بواقع 100%؟ نعم، القانون الحالي يسمح بامتلاك استثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، ومعظم القطاعات التي تستثمر التي تريد البدء بالاستثمار هذا ممكن، ولكن قمنا بتعديل أو مراجعة قانون الاستثمار وسيتم توقيعه قريبا، وهذا سيفتح كافة القطاعات تجاه الاستثمارات وليس الاستثمارات التي كانت ممنوعة على الاستثمار الخارجي. إذن سيتم فتح كافة مجالات الاستثمار، وقريبا سيتم توقيع القانون قانون الاستثمار الجديد. وطبعا أحاول أن أؤكد على للمستثمرين بأن يكون هنالك شراكة محلية مع شريك قطري، وسيما في المشاريع التي تضيف قيمة للبلد، ونستطيع أن نتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.
إذن بعض القطاعات مستثناة، ولكن يبدو أن الأمور سوف تنفتح لأن هناك قوانين جديدة سوف تمرر، صحيح؟ نعم بالتأكيد هذا صحيح. وهل هنالك أي حوافز في مجال القطاعات التي يجب اجتذابها الآن؟ فيما يتعلق بالحوافز، هي الحوافز كثيرة وكثيرة جدا، ونستطيع أن نبدأ بالوقت اللازم للمستثمر لكي يحصل على رخصة استثمار، وهذا لن يتطلب أكثر من 3 إلى 5 أيام عمل منذ تقديمه ملفه المتكامل. علاوة على ذلك الضرائب، نعم يمكن أن يستثنى من دفع الضرائب لمدة 10 سنوات، ضريبة الدخل تحديدا، وكذلك الاستثمار في مجال التصنيع والمشاريع الخاصة، فإن المستثمر سيستثنى من رسوم الجمارك على المواد الخام وكذلك على المعدات والآلات اللازمة لبناء المصنع، لذلك لن يكون هناك أي ضرائب أو رسوم. هذا يدعو إلى الحماسة. أحيل الكلمة إلى إبراهيم محمد حسن، وهو المدير التنفيذي لوحدة الاستثمار في مصرف قطر للتنمية. لن أستغرق وقتا طويلا في عرضي الخاص ببنك التنمية القطري، والرسالة الرئيسة هنا التي سترونها أو ستسمعونها من خلال أعضاء الوفد وكذلك من خلال كلمات زملائي، فنحن في قطر نحتاج إلى نظام بيئي استثماري لإنشاء نظام بيئي، وهذه الجهود تتضافر فيها كل الجهات، الوزارات والهيئات المختلفة التي تعمل يدا بيد وبشكل متكامل لبناء هذا النظام البيئي الاستثماري. وإذا أريد أن أبني على ما يقدمه مصرف قطر للتنمية. نحن عندما يأتي المستثمرون للاستثمار في هذا البلد فإنهم يحصلون على إعفاءات ضريبية وجمركية، وكذلك عند بناء المصانع نقوم بتوفير التمويل لهم. هذا مصرف قطر للتنمية، هو مصرف محلي ويهدف إلى التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال، وكذلك من خلال عروض مالية وغير مالية ونقدمها لأصحاب المشاريع. رحلة هذا المصرف تعود إلى 21 سنة خلت حيث أنشئ المصرف في عام 1997، لكن الرحلة الحقيقية لهذا المصرف بدأت في عام 2008، لأنه في ذلك العام تم تغيير المصرف من مصرف الصناعي التنموي لبنك البنك التنمية، وبس بات يغطي قطاعات العدة ويقدم دعما، وارتفع رأس المال من 200 مليون إلى 10 مليارات دولار، وهذه زيادة هائلة تتطلبها الاحتياجات. إذا منذ عام 2008 إلى عام 2017 المصرف مر برحلة طويلة وأضاف خدمات واسعة النطاق، بدءا من التمويل غير المباشر وذلك من خلال إصدار ضمانات وكذلك مشاركة هيئة التصدير، وكذلك قمنا بإنشاء جاهز واحد وجاهز اثنان، وهما مبان ومنشآت في المنطقة الصناعية الثانية وخصصت لأصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة برسوم مدعومة، وكذلك يتم العمل على بناء الدعم وكذلك حاضنة الأعمال. وخلال هذه الرحلة تطور المصرف ليكون محطة واحدة لتوفير كافة الخدمات للمستثمرين، وإذا تتواجد في كل الخدمات التي تقدمها الدولة تحت مظلة واحدة، وكذلك العمل على عدد من المبادرات الحكومية التي اطلع بها المصرف والتي تخدم القطاع الخاص مثل الفرجان، وهي أسواق الفرجان وهذه يتم إنشاؤها في أماكن عدة، وكذلك توفير الإمكانية للمواطنين القطريين لبدء بأعمالهم. هذه الشريحة تبين أنه في عام 2017 هذا مؤشر على اجتهادنا وعملنا والذي نستحق الإشادة عليه. إذن المصرف حصل
على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية، مراتب الأولى والثانية والثالثة، وهو من المصارف العشرة الأولى في العالم، والمصرف مقارنة بدول التنموية هو ضمن الثلاثة الأوائل. أعتقد أنه في عام 2017، وإذا ما تأملنا في الإنفاقات المباشرة، هذه وصلت إلى 8 مليارات دولارات، والقروض غير مباشرة 1.8 مليار دولار، وكذلك هنالك خدمات مالية نقدمها للمصدرين. في عام 2017 كان عاما لافتا ومثيرا للاهتمام، وكما ترون في أسفل الشريحة يبين عدد المبادرات التي غطاها المصرف النصف الأول من العام والنصف الثاني من العام. إذن قبل الحصار كما ترون، وكما هو شأن كافة الأجهزة والإدارات والوزارات الحكومية في دولة قطر، تكيفت مع الظروف الطارئة وعملنا باجتهاد وطرحنا منتجات محلية واحد واثنين ومشتريات ساهمت في توفير 700 مليون دولار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا المشاريع الناشئة وجدت لها سوقا، وتم تصدير ما قيمته 150 مليون دولار من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المصرف يحاول أن يدعم الشركات الناشئة والناهضة وأصحاب المشاريع المتوسطة. إذا نبدأ من مرحلة الفكرة ونقدم الدعم والتدريب وكذلك توفير البيانات لأصحاب هذه المشاريع، ولذلك قمنا بإنشاء وحدة خاصة بالإحصاء والأبحاث والتي توفر البيانات والمعلومات الخاصة بالسوق، ثم نقدم لهم المتطلبات المالية ونساعدهم حتى عندما يبدأون بتصدير منتجاتهم ولنشر منتجاتهم عبر العالم. طبعا نحاول أن ندعم دائما هذا النظام البيئي من خلال منتجات متعددة ومتنوعة، وأيضا بعض المنتجات التي نقدمها تم تغطيتها، وأنا سأجيب عن هذه المنتجات أو الخدمات التي نقدمها. لكن أريد أن أقول بأننا وبشكل أساسي نعمل من أجل توفير أربعة ركائز، وهي الوصول إلى التمويل والسوق وإلى المواهب وإلى أيضا العمل مع المنظمين والجهات التنظيمية ليبدأوا على بشكل سلس، خصوصا في القطاعات التي تم التركيز عليها واعتبارها قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتكنولوجيا وغيرها، ونحاول أن نعمل على تعزيز هذه القطاعات وتنميتها. ربما يمكنك أن تساعدني لكي أتفهم كيفية التفريق بين الاستثمارات والأذرع المختلفة الاستثمارية عالميا ومحليا في قطر، وكيف يمكن اتخاذ هذه القرارات؟ هل هناك تداخل بين هذه الكيانات؟ لا أعتقد أن هناك تداخل بين القطاعات المختلفة. طبعا المصرف يدعم المواطنين وهنالك عدد من المستثمرين الأجانب، لكن في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث نحاول، وكذلك الاستثمارات في مجال الشركات، ولكن هيئة الاستثمار هي من تدير هذه الاستثمارات، وكذلك ديار تقوم بإدارة مشاريع العقارية. QDB أو مصرف قطر التنموي يركز على مشاريع صغيرة ومتوسطة للمواطنين بقيادة المواطنين القطريين، ولكن أود أن أوضح أن هنالك برنامج القروض وبرنامج الاستثمار، وفيما يتعلق بالقروض هذا ما يقوم به المصرف منذ 21 عاما، ولكن أيضا تمويل الخاص بالاستثمار يتم عبر المصارف. إذن هذا يتعلق بالمشاريع المشتركة، ولذلك الاستثمار له متطلباته الخاصة مثل الابتكار، ونحن نقوم
مجازفات أعلى ونقوم برعاية الابتكار وكذلك نبني جسور تواصل مع دول أخرى وذلك من أجل مساعدة مشاريعنا الناتجة للنمو والانتشار وكذلك تكون تشكل أرضية لها. أما فيما يتعلق بالقروض فهي تستهدف القطاعات مثل المستشفيات والمدارس والمصانع. إذن هذه الشركات التي تعتمد على الأصول. السيد رشيد المري وهو مسؤول التسويق في هيئة قطر للسياحة وهو طبعا خريج من ميامي. تفضل. شكرا جزيلا، يطيب لي العودة إليكم. لدي مادة فيلمية سوف أعرضها عليكم ومن ثم سوف أتحدث وأعقب لاحقا. أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، عمتم مساء. طبعا كانت هذه مادة فيلمية تعرض قطر وتطورها على الجبهة السياحية. يطيب لي العودة إليكم. هذه السياسة تلعب دورا أساسيا وهي القلب النابض لقطر، وميامي طبعا هي مصداق لأهمية السياحة وبناء اقتصاد مستدام ومتنوع والاحتفاء بالأصالة
مع العالم بالفعل. ورغم عام 2017 كونها سنة شكلت تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، السياحة استمرت في النمو دوليا على صعيد الكم والجودة، وهي تشكل 10% من الناتج الإجمالي العالمي، وهي توفر الكثير من فرص العمل في كافة أرجاء العالم. في الشرق الأوسط السياحة استمرت في وجه سوء فهم عالمنا ومنطقتنا، وهي تعزز من صمود هذا القطاع لحماية هذه الصناعة ومد الجسور مع الآخرين. السياحة في قطر عزت من قبل إلى أولوية لها من قبل حكامنا، ولا سيما تنوعها وأيضا مشاركة القطاع الخاص فيها. وبعد عقود أو عقد من التنمية حيث تنامت وتيرة الاقتصاد في قطر، السياحة في قطر خضعت لاستعراض من خلال التشاور بين القطاعين الخاص والعام لتحديد التحديات والفرص في آن معا. وكنتيجة لهذا التصير ركزنا على تعزيز خبرة المستهلك النهائي، ونحن نعمل على هذا المسعى من خلال رفع القيود المفروضة على تأشيرة السفر لنرحب بالعالم في قطر. قطر طبعا اتبعت إجراءات جريئة جعلتها الدولة الأكثر انفتاحا في عالمنا، بما في ذلك التخلي عن متطلبات تأشيرة السفر لأكثر من 80 دولة، وهذا بطبيعة الحال أثر تأثيرا فوريا على تنويع السوق والاعتماد على أسواق مختلفة كالصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والبرازيل بخلاف الأسواق الأخرى المركزية. لا يمكننا الحديث عن صناعة السياحة من دون الحديث عن الخطوط الجوية والملاحة الجوية. طبعا إن الخطوط الجوية القطرية تلعب دور أساسي، وهي ذات نجوم خمسة، وهي توفر وجهات تبلغ 150. إن الخطوط الجوية القطرية تقل 35 مليون شخص سنويا من خلال مطار حمد الدولي ومن خلال تأشيرات السفر والعبور من الدوحة. 26% من ساعات من الترانزيت عزز من خلال هذه الخطوط. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركة لديها إمكانيات مميزة. في الموسم الماضي رأينا زيادة بواقع 10 مرات من خلال الرحلات البحرية الجوية، ولا سيما إعادة تطوير الميناء وتعزيزه من خلال الرحلات البحرية. إذا هذا التطور يأخذ حيز التنفيذ، ونعتمد فيه على نصف مليار دولار كاستثمار، وهناك أيضا الكثير من الفنادق التي ستبنى والبنى التحتية ستعزز لاستضافة كأس العالم في عام 2022. سيداتي وسادتي، إن قطر تعتمد على المستثمرين المحليين والعالميين ليدفعوا بعجلة قطاع السياحة لنحتفي بثقافة قطر وأن نوفر تجارب مميزة واستثنائية، ونحن ملتزمون للعمل عن كثب مع القطاع الخاص لكي نحمي استثماراته ولكي نعزز من استدامة مشاريعه ولكي نطلق العنان للقطاع السياحي فيما يتعدى كأس العالم 2022. لدينا الكثير مما يمكن فعله، وبطبيعة الحال ميامي مصداق لهذا التوجه السياحي، ولكننا نعتمد نهجا شاملا جامعا سياحيا من خلال التداؤب بين القطاعين الخاص والعام في قطر وفي العالم. ويمكن أن نطمئن ونقول أن السياحة سوف تكون إرثا مستداما لقطر. شكرا جزيلا لإصغائكم، وتطلع لسماعكم والإجابة على أسئلتكم في هذا المنتدى. شكرا جزيلا لكم. شكرا على هذه المداخلة. سؤال سريع، أن شركة ميامي تستقبل أحد أطول الرحلات المباشرة من الدوحة، كيف أثر الحصار على أي حركة سياحية في قطر؟ يطيب لي وجودي مرة أخرى. شكرا لهذه المقدمة. طبعا أنا عشت هنا في ميامي لأربع سنوات من عامي 2003 و2007، وعلي القول أن ثمة
تغير مميز في ميامي لاحظته، وهي مدينة عالمية وهي بوابة عالمية للوصول إلى أمريكا الجنوبية، وهذا ما قاله عمدة ميامي. أما بالنسبة للسياحة فليس ثمة سياحة من دون سبيل للوصول إلى البلد الذي يقدم الخدمة السياحية، لا سيما بالاعتماد على الخطوط الجوية المميزة وأيضا رفع قيود التأشيرات. ونحن حبان الله بنعمة الخطوط الجوية القطرية، وهي تحتل المرتبة الأولى لسنتين متتاليتين، وهي تسافر إلى 150 وجهة، وهي جزء من One World Alliance، التحالف العالمي، وأيضا تتداءب مع 1500 مطار. ونحن جغرافيا حبان الله بنعمة الموقع، حيث نقع بين الشرق والغرب، والخطوط الجوية القطرية تمد الجسور مع الكثير من البلدان كما قلت، وهذا ما يجعل عملنا أسهل. هذا أولا. أما ثانيا فيتعين أن تكون منفتحا على العالم إذا ما أردت أن تعزز من قطاعك السياحي. هنالك بعض السياسات والنظم واللوائح التي يجب تغييرها، وهذا ما قمنا به بالفعل في قطر. في الصيف الماضي قمنا بتغيير السياسات على نحو جريء، حيث نحينا التأشيرات جانبا لشعوب ينتمون إلى 80 دولة، وهذا تغيير طرأ على هذه السياسة. وفي عام 2016 بطبيعة الحال المسافرون على الخطوط الجوية القطرية بغض النظر عن جنسياتهم يحصلون على فيزا ترانزيت عبور مجاني بوقع 96 ساعة، وبالتالي هذه التغييرات التي طرأت على بلدنا جعلتنا البلد أكثر انفتاحا، وبطبيعة الحال هذا يجعلنا منفتحين على ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية كما قلت وعلو كعبها في مجال الملاحة الجوية. طبعا هناك 10 مدن في الولايات المتحدة الأمريكية تتوجه إليها الخطوط الجوية القطرية مباشرة، ولدينا سوق أو مكتب تسويق في ضواحي نيويورك في صيف عام 2016، وقد رأينا نموا مضطردا للزوار إلى ذلك المكتب، والبلد برمته، وهناك 95 ألف زائر بالفعل أمريكي أتى إلى قطر في العام الماضي. هذا السؤال مفتوح لأي من يرغب الإجابة عليه. ما هي المعايير التي تدرسونها عندما تبحثون عن أو تدرسون الشركاء في الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص في ميامي؟ أي معايير تتبعونها؟ من وجهة نظرنا نحن ننظر في الشركاء الذين لديهم تاريخ مميز، ويتعين علينا طبعا إضافة قيمة على ما نقوم به، ونحن مهتمون بالاستثمارات ذات الجودة الرفيعة والموثوقية، والأدوات اللوجستية يجب اتباعها، وأيضا التشريعات يجب أن تساعدنا للقيام بهذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية أو في قطر. وهؤلاء المستثمرون الذين تطلعوا لاجتذابهم. من منظور الترويج للاستثمار واستقطاب المستثمرين، نحن نسعى بكل جد للمستثمرين ورجال الأعمال في ميامي أن يفكروا في افتتاح فروع لشركاتهم في قطر أو افتتاح مشاريع لهم في قطر بشكل مباشر. فإحدى الاستراتيجيات التي قررنا تبنيها تتمثل في جعل قطر منصة ومحطة للدول الآسيوية، ذلك لأن بعد الانتهاء من امتلاك أكبر ميناء بحري وكذلك ميناء جوي أو مطار، وهذا سيوفر أو سيسهل التجارة وعلمية التجارة بين قطر و
دول الجوار مع الدول الآسيوية. كذلك أود أن أذكر بأنه في نهاية 2017 وبداية 2018 كما ذكر الشيخ خليفة قبل قليل سعادته عدد الشركات التي طلبت التسجيل ارتفع وبشكل كبير. بعض هذه الشركات ليست شركات محلية فقط بل جاءت كجزء من الاستثمار الأجنبي المباشر. لذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 قمنا بتسجيل عدد كبير جدا من الشركات الاستثمارية، وإذا ما قرنا ذلك في عام 2017 فإن هذا يمثل الضعف. ولذلك ندعو كل جميع رجال الأعمال أن يدرسوا مسألة نقل مشاريعهم إلى قطر أو افتتاح أو فتح مشاريع جديدة هناك. لقد قام الإخوة بتغطية معظم ما كنت أود أن أسهم فيه. أعتقد أن نحن من وجهة نظرنا في بنك قطر للتنمية هي أن نعزز من بيئة الاستثمار في قطر، ونريد أن نبني الدوحة لكي تصبح مركزا استثماريا، مركز تجاري في المنطقة، مع من خلال علاقاتنا الاستراتيجية في المنطقة. عندما نبحث عن شراكات دولية يجب أن ندرس كيف يمكن لهذه العلاقات أن تساعد في تشييد الجسور بين الدوحة وميامي في هذه الحالة، وكيف يمكن لهذه البيئة أن تسهل التدفق الاستثماري، وكيف يمكن أن نسهل استثمار في البلد الآخر، وكيف يمكن لهذه العلاقات أن تساعد المشاريع الناهضة في بلدنا. هنا أود أن أذكر الجميع قانون الضرائب في ميامي مقارنة بقوانين الضرائب في نيويورك ولوس أنجلوس ودي سي، فهي توفر مجالا استثماريا. الآن سنفتح المجال للأسئلة من الحضور، إذا كان هنالك من لديه سؤال أو مداخلة. Go ahead in the meantime. There are going to be some of your neighbors are in sort of unfortunate shape. العراق وسوريا من بين تلك الدول التي تعاني من مشاكل، ودولة قطر توفر فرصة جيدة لكي تصبح منصة لإعادة إعمار هذه البلدان من حيث البنية التحتية. هل يمكنكم أن تتحدثوا عن الفرص المتاحة لاستعمال دولة قطر كمنصة ومدخل لإعادة إعمار تلك الدول في المنطقة، وما هي التسهيلات التي يمكن أن تقدمها قطر؟ نعم، كما ذكرت العراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة طبعا المشاكل ستنتهي قريبا بالتأكيد، وإعادة البناء وإعادة التنمية ستبدأ قريبا. إذن الفرص بالنسبة لرجال الأعمال للمشاركة في إعادة التنمية وجهود إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ من قطر. ونحن وقعنا اتفاقية تجارة مع معظم دول العالم، وهنالك اتفاقية تجارة حرة أيضا مع العراق ودول الجوار الأخرى. لذلك بالتأكيد يمكن أن تكون قطر هي الموقع اللوجستي وأن تكون وجهة، ونعرف أن الخط البحري بين العراق والدوحة لا يستغرق سوى ساعات، وكذلك يمكن أن نفتح طرق تواصل مع سوريا. لذلك الفرص متوافرة، وليبدأ رجال الأعمال أعمالهم وأن يوفروا أو يقدموا خدماتهم لدول الجوار.
نعود إلى جعفر. إن سمحتم لي أود أن أضيف على هذا السؤال. أعتقد أن سؤالك يتعلق بمسألتين. السؤال الأول، ما إن كانت يمكن لقطر أن تكون منصة أو مركزا لهذه المشاريع؟ الإجابة كما هو واضح نعم، إذ أن المؤسسات والحكومة القطرية والقيادة القطرية هم مدركون لهذا الأمر. نحن نسعى إلى تعزيز علاقاتنا لنقدم خدمات لوجستية، كذلك نيابة عن بنك قطر للتنمية. بالنسبة للمصدرين القطريين، هناك عدد من المبادرات التي يمكن أن توفرها دولة قطر. أحد هذه الأشياء الرئيسية هو عندما تفتح الأسواق في العراق وسوريا هي المخاطر، وهذا أمر يمكننا أن نقدمه، وبالتالي نحن نقدم تأمينا ائتمانيا للشركات التي تصدر إلى تلك الدول، وفي حالة الفقدان تلك الاستثمارات نحن نعوضهم بنسبة 90% بدون أي رسوم إدارية. إن كانت هناك أي تصنيعات أو صناعات يسعون إلى تصديرها، إذن هناك الكثير من الحلول المالية التي تدعم من يسعون إلى الدخول إلى تلك الأسواق، وهنا إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تسعى إلى تسهيل مثل هذه الخدمات. شكرا. اهتمامي هو قطاع الرعاية الصحية والتعليم. الدولة المجاورة الإمارات العربية المتحدة استثمرت في مجال الجامعات والمراكز الصحية، وهي حققت ازدهارا كبيرا جدا، ذلك بسبب الحاجة إلى ذلك. طبعا منطقة جنوب ولاية فلوريدا هي تتميز في هذا المجال. فرشيد، أنت درست في جامعة ميامي وكذلك جامعة فلوريدا الدولية تقدم خدمات، وطبعا نحن نقدم كافة المجالات الثقافية، ونعرف أن الأمر يتعلق فهم شعوب الشرق الأوسط لتفهم الأمريكيين، وكذا العكس صحيح. بناء علاقات مع المؤسسات الطبية وكذلك المؤسسات التعليمية، كيف يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الاستثمار؟ نعم، على وجه التحديد هذان القطاعان هما من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، وكانت تقريبا 80% من الطلبات التي تلقيناها في عام 2017 كانت في قطاعي التعليم وقطاع الرعاية الصحية. إن منحنا الفرصة لإقامة علاقات شراكة مع القطاع الخاص، وقد مؤخرا قمنا بتخصيص 10 قطع أراضي لمدارس دولية، وبالتالي فإن الحكومة تخصص الأراضي على أساس قيمة إيجارية سنوية يمكن تجاهلها، وبالتالي يمتلك المستثمر الحق في تأسيس نوع التعليم الذي يرغب بتقديمه للمجتمع، سواء كان معايير التعليم الأمريكية أو غيرها. وبالتالي فإن هناك هذا النمو الدراماتيكي لتعداد السكان، هذا يمنح فرصا سانحة لمثل هذه الاستثمارات في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. أعتقد أن قطاعي التعليم والصحة لافتان، وشاهدناهما في عرض شركة الديار. كذلك أود أن أضيف أنه في دولة قطر نحن نبني علاقات قوية جدا في مجال التعليم مع الولايات المتحدة، ولدينا أبرز 6 أو 7 جامعات أمريكية موجود لها فروع، وأنا أتشرف بأنني تخرجت من إحدى هذه الجامعات كارنيجي ميلون في قطر، ونحن من أفضل المنظمات التعليمية والقطرية في كافة المقاييس. و في مجال الرعاية الصحية هناك الكثير من اتفاقيات التعاون بين مستشفى سدرة الذي بدأ عمله لأتو، وعدد من الخريجين القطريين، وأختي إحداهما والتي جاءت إلى الولايات المتحدة بمنحة من البلاد لإنهاء إقامتها هنا والعودة إلى قطر من أجل واحدة أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة، هي
مجال افتتاحي مدارس أجنبية ويمكن للمستثمرين أن يمتلكوا 100% منها وتخصص لهم قطاع أراضي من أجل إيجاد فروع لهذه المدارس في دولة قطر. أود أن أشكركم جميعا على وقتكم وأشكر ضيوفنا في هذه الجلسة وأنا أتطلع إلى أن أتعرف على بعضنا البعض أكثر. شكرا لكم جزيلا. قبل أن نبدأ الجلسة الثانية من هذا المنتدى أعتقد بأننا نملك أخبارا مبشرة هي أن هناك مذكرة تفاهم على وشك التوقيع عليها. أريد أن أتأكد. نعم إذن سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم اتفاقية بين شركة أبو عيسى القابضة وترشيلو لاتفاقية التوسع في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه أول مذكرة تفاهم يتم توقيعها هنا في ميامي ونتوقع توقيع المزيد من مذكرات التفاهم. أود أن أدعو الشيخ خليفة بن جاسم الثاني والشيخ فيصل بن قاسم الثاني وممثلي كلا الشركتين أن ينضموا إلينا إلى حفل التوقيع. After signing the MOU, وبعد التوقيع مذكرة التفاهم سوف ننتقل إلى الجلسة الثانية. Ladies and gentlemen, السيدات والسادة, إذن بعد هذه المناقشة الناجحة والمثمرة في الجلسة الأولى أدعوكم وأرحب بكم إلى الجلسة الثانية التي تبحث برنامج التحديات والفرص المتاحة في تنظيم كأس العالم لعام 2022. أود أن أطلب من الضيوف الكرام أن يعودوا إلى مقاعدهم لكي نواصل فعالياتنا في الجلسة الثانية. Can we please remain in our seats so we can start with session number two? I invite your moderator. أود أن أدعو منسق الجلسة السيد ويليام تالبرت. Please take a seat on stage. أدعوه إلى الانضمام إلينا على المنصة. I request our guest to remain seated to start with session number two, please. لكي نبدأ فعاليات الجلسة الثانية. We would like to start with session number two.
Can we all go back to our seats so we can start with session number two, please? I call upon the panelists to take the stage. أود أن أدعو المشاركين سعادة السيد عبد الرحمن الخيارين رئيس التنفيذي لشركة السيد فهد الكواري من وزارة الطاقة والصناعة السيد محمد العمادي من اللجنة العليا للإرث والسيد العمادي من شركة مناطق If we can ask our guests to remain in their seats so we can start with our second session, please. Everyone, please take your seats. أرجو من الجميع أن يلتزموا بمقاعدهم. We're going to run this until 12 o'clock. سوف Welcome. أرحب بكم. Everybody ready? هل الجميع؟ Is that a yes? That's thumbs up. حسناً سنبدأ الآن. أسعد الله صباحكم أو أينما كنتم في التوقيت. اسمي بيل تالبرت وأنا رئيس تنفيذي لمكتب الاستثمار في ميامي. أنا لست عضواً في مجلس النواب ولكن تعلمونني بصفتي وزير السياحة في مدينة ميامي. لدينا علاقات وطيدة مع عمدة ميامي وعمدة ولاية ميامي. لدينا عدد من شركائنا متواجدين معنا في هذه القاعة، شركاء عضو نفتخر بانضمامهم إلينا. يوجد لدينا أربعة من المتحدثين وأريد أن أدعو أي ممثل من شركة خطوط الطيران القطرية. هل هناك أي شخص سافر على قطر الخطوط القطرية؟ لأنه في عام 2013-2014 شركتي كانت أحد المستثمرين في الحزمة التي جلبت الخطوط القطرية إلى ميامي. بدأت بأربع رحلات في الأسبوع بعد ذلك الآن. وأنا وشركتي التي أمثلها لدينا ممثلون وفي الدوحة يبيعون الأعمال التجارية من وإلى الدوحة. أود أن أرحب أيضا بممثل السيد ميرفي ومن جامعة ميامي، كذلك جامعة فلوريدا الدولية ومدرسة الضيافة. لذلك إن قابلتم رئيس الجامعة فأبلغه بأنني أتيت على ذكر اسمه. أعتقد بأن قطر ستستضيف كأس العالم 2022 وهذه تقريبا هو عنوان جلستنا. كما قال عمدتنا بأن مدينتنا هي جزء من الملف الذي قدمناه لاستضافة كأس العالم لعام 2022.
26 ونحن نتمنى بأنه أن تحظى الولايات المتحدة باستضافة أحد كؤوس العالم. أنا هنا أيضا لكي أستمع لأرائكم. أنتم ستنظمون كأس العالم قبلنا، وبالتالي فإنني أفترض بأن ميامي ستكون في العام 2026، وبالتالي زملائنا في قطر أمنوا لي تذاكر في نهائيات كأس العالم 2022 وأنا سأؤمن لكم تذاكر في عام 2026. نحن نحب دائما أن نحتفل هنا في ميامي. لقد أحضرنا كرة قدم. من المتحدث الأول؟ هو المدير التنفيذي عبد الرامح عبد الرحمن من شركة أطعام. أنت الأول؟ حسنا، هذا دورك، تفضلوا. مساء الخير سيداتي سادتي، أنا اسمي عبد الرحمن الخيارين من شركة دام للأغذية، ونحن نعمل في اللحوم الحمراء ونزود دولة قطر من تقريبا 87 دولة، ونحن في السوق منذ 40 عاما، ونحن مدرجون في سوق الأسهم القطرية، ويوجد لدينا تقريبا 40 مليون وعملنا التجاري يركز في اللحوم الحمراء، ونحن نتوسع في استثماراتنا بشكل متسارع في الدوحة، وهناك أسواق جديدة، ويوجد لدينا عرض تقديمي عن الشركة وعن تاريخ الشركة، لن يستغرق وقتا طويلا، مجرد 5 دقائق. We live in exciting times, in an extraordinary, ever-growing country, with a rapidly growing population, which demands that we provide healthier food, more often, made more sustainably, today and for generations to come. We at WIDA see this as an opportunity to keep expanding and playing an essential role in ensuring food security for our nation. Our story began in Doha 15 years ago, and as of today, we're responsible for 85% of all livestock and meat products sold and distributed in the state of Qatar. As part of our expansion strategy, the Doha Project for Agricultural and Animal Production was established in Sudan in 2007 and has since been operating in refined farming, sheep farming, meat exports and the production of animal feed in its various forms. In 2018, we started the year with the Al Rakia Project, an animal production facility located in the state of Qatar, which aims to contribute to the country's local animal resources and become a cornerstone in Qatar's strategy for food security. For years, we have been serving Qatar the safest, healthiest, and highest quality meat by applying our experience in sourcing quality livestock, medical examination, hygienic processes, and cutting-edge storage and distribution technologies. We operate in accordance with international standards and regulations, and are certified by the World Organization for Animal Health, the World Trade Organization, the Ministry of Agriculture and Fisheries, and have an ISO 22000 certification, amongst others. Our facilities are equipped to international standards and implement strict policies and procedures with relation to animal welfare, health, safety, and compliance with Islamic Sharia.
Kingdom's livestock and meat products are carefully selected from green pastures and fodder centres that have the highest international standards for food safety and animal welfare. Every year, 3 million head of livestock from around the globe make their way to WIDAM's facilities in Qatar by sea or by air cargo. Our largest source of high-quality livestock and meat products is Australia. Around 1 million head of Australian livestock are imported annually and distributed in the Qatari market through WIDAM's processing and distribution facilities. We operate our own chain of butchery outlets, offering convenience to our customers in over 50 retail locations distributed across Qatar. We're committed to offering our community the highest level of care and customer service, which is why we launched our home delivery program, enabling customers to place orders by phone or through the WIDAM mobile app. And let's not forget to mention our mobile slaughterhouse service. All of our high standards on four wheels. All of this is made possible through strong, ambitious management. With the support of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of Qatar. Plus the hard work of 700 employees and the trust bestowed upon us by our community, customers and partners. We are WIDAM Food Company. This is what we've built and we're only moving forward. Our financials for the last 3 years have grown very rapidly. لقد نمت إيراداتنا المالية بنسبة 56% على مدى السنوات الماضية منذ عام 2014 إلى 2017. لقد أبلينا بلاء جيدا فيما يتعلق في هذه الرحلة إلى الولايات المتحدة. نحن نبحث عن استثمارات متبادلة. نبحث عن مستثمرين يستثمرون في أسهم شركتنا ذات العوائد الجيدة. كذلك نسعى إلى استكشاف أسواق جديدة في الولايات المتحدة للبحث عن مصادر لحوم أخرى لتصديرها إلى بلادنا. إذن هنالك مجموعة من الأسئلة سنطرحها كشأن الجلسة الماضية، وثم نتيح المجال للحضور لطرح أسئلتهم. إنه عرض رائع وشركة غذاء رائعة. إذن هؤلاء كلهم زبائن. ما هي البلدان التي تستوردون منها المواشي والموارد؟ نحن نستورد من جميع أنحاء العالم تقريبا من 87 بلدا. نحن نوفر أو نزود قطر من خلال الشحن البحري أو عن طريق الشحن الجوي. هذا يعتمد نوع اللحم الذي نستورده إلى قطر. إذن هل يمكنني أن أشتري منكم؟ بكل تأكيد. نحن نستورد بشكل أساسي من أستراليا بسبب ناحية الإحصائية. أستراليا تمتلك أكبر استثمارات زراعية في أستراليا. شكرا لك. هل أثر عليكم الحصار وأثر على عملك؟ كلا، لأن معظم وارداتنا تصلنا مجمدة بجوا، والكائن الماشي الحية تأتينا عبر البحر. تذكروا شركة ودام للمواد الغذائية؟ تذكروا هذا الاسم. الآن المتحدث التالي هو السيد فهد الكواري، وهو رئيس قطاع الطاقة في وزارة التجارة والصناعة. تفضل، الكلمة لك. Hello everyone.
مرحبا بكم جميعا، يسعدني أن أتواجد هنا. سأحاول أن أكون مقتضبا وسريعا قدر الإمكان، حيث يمكننا أن نخوض في مناقشة ديناميكية. أولا اسمحوا لي أن أعرض معلومات التواصل على الشاشة. أرجو منكم ألا تترددوا بالتواصل معي من خلال هذه الأرقام والمعلومات إن لم أتمكن من الرد على أسئلتكم. اسمحوا لي أن أقدم هذه الشريحة المعروضة أمامكم قبل أن أتحدث إليكم حول السياسة، لأنها تلخص التاريخ الاجتماعي والتاريخي، وتلك النقاط توضح مواقع التي كان أسلافنا يغوصون لاستخراج اللؤلؤ، وكان اللؤلؤ سلعة تستخرج من باطن البحر ويتم بيعها والمتاجرة بها. اليوم نحن نغوص في نفس المكان، والآن لا نستخرج نفس السلعة بل نستخرج سلعة لا تعتبر رفاهية بل ضرورة، وهي الغاز، والتي تعتبر من أكبر احتياطيات الغاز المثبتة في العالم. إذن اليوم سوف أتحدث عن سياستنا الوطنية للطاقة، كيف تحقق سيادتنا والاستدامة. من أجل تحقيق ذلك سوف أستعرض معكم هذه الرحلة التاريخية، سوف أناقش معكم التاريخ، وكذلك سوف نطرح أسئلة جادة حول مدى اعتمادنا على النفط في وقتنا الحالي من خلال الإحصاءات. ذلك الخط الأحمر في الإمبراطورية العثمانية، وهو يشكل الخط الأحمر، وكان الخط الذي يحتكر خط النفط قبل أن تأتي الأخوات الستة الكبرى، ومنها شركة توتال وكذلك ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي، وهما شركتين تم دمجهن، وهي إكسون موبيل. وكذلك هذه الشركات اجتمعت في حول هذا الخط وقالوا أن لا يسمح لأي منها أن تستكشف النفط في تلك المنطقة دون موافقة وإجماع باقي الشركات. وفي عام 1933 تم اكتشاف النفط في البحرين، 1932، ولكنه وجد بعض الباحثين الجيولوجيون بعض الحجارة الجيرية في منطقة دخان وبعد وقعوا عقدا لمدة 75 عاما مع حاكم دولة قطر آنذاك الشيخ عبد الله بن جاسم. وفي عام 1939 اكتشفنا البترول واستخرجناه في دخان. كنا نبيع النفط بسعر روبيتان هنديتان للطن الواحد. في عام 1950 وقعنا اتفاقية تغاصب 50% مناصفة مع شركائنا، ولم يكن حتى بلغنا عام 1974 تم إنشاء شركة قطر للبترول، وقمنا بتأميم قطاع البترول. إذن بين العام 1937 وبين عام 1977 لم يكن لدينا سيطرة ولا تحكم على إيراداتنا وما كنا ننتجه كدولة. كان هناك ثروة هائلة تحت البلد، تحت أراضي البلد، ولم يكن هناك ثروة في أيدي أهل البلد. بعد ذلك أريد أن أتحدث إليكم عن أهمية منظمة الأوبك. تم تأسيسها في عام 1960 في بغداد، انضمت قطر في 1961، وفي عام 1973 تم إصدار الإعلان ينص على أنه لا يحق لأي عضو أن يفعل ما يشاء في موارده، وبالتالي
وبالتالي فإن في عام 1973 كانت أول مرة نشهد فيها قانونا للطاقة العالمي، وفي عام 2016 ترأست قطر وقمنا بالتفاوض مع أعضاء أوبك ومع المصدرين للغاز من غير أعضاء أوبك لتقليص الإنتاج لكي نحقق التوازن في سوق النفط. بعد هذه الرحلة التاريخية المختصرة أود أن أشرح لكم مدى اعتمادنا على واردات النفط اليوم. لا أريد أن أمضي وقتا طويلا في هذه الإحصائيات، ولكن إن استعرضنا مع بعضنا البعض الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ونمو الناتج القومي الإجمالي مقارنة مع الدول المجاورة، فالسعودية تعتمد 80% في الناتج الإجمالي القومي، أي أنه مع زيادة النفط فإن ناتجها القومي الإجمالي يرتفع. قطر مرتبطة بنسبة 11%، أي أنه بغض النظر عن أسعار النفط فإن الناتج القومي الإجمالي لن يتأثر. أولا نحن من منتجي الغاز، والغاز يباع ضمن عقود طويلة الأجل، وعندما يكون الناتج القومي الإجمالي لا يعتمد على إيرادات النفط، لقد اعتمدنا على شراكاتنا بغض النظر عن إيرادات النفط والغاز. الآن الإنفاق قبل انهيار الأسعار في عام 2013، كانت هناك علاقة مرتبطة في السعودية بنسبة، عندما كانت ترتفع الأسعار كان يزيد إنفاقهم، أما وإن كان ينخفض سعر النفط كان إنفاقهم ينخفض. في مع قطر كان ارتباط الإنفاق الحكومي مع النفط كان بنسبة 26 إلى 27%، أي أن إنفاق الحكومي لم يتغير. وهذا لهذا السبب عندما نقطع عقودا مع غيرنا من الدول نحن نفي بهذه الوعود، فإن قطعنا وعدا بتنظيم كأس العالم في عام 2022 فإننا سنفي بهذا الوعد، وعندما نعد شعبنا برؤية قطر 2030 فإننا سنفي بهذا الوعد. أخيرا عندما نستعرض معكم معدلات التضخم بعد انهيار أسعار النفط في قطر وفي الإمارات لم يكن هناك تأثر، أما في السعودية فقد كان هناك ارتباط عالي جدا مع التضخم. نحن أنفقنا أكثر، عندما نقطع عهودا ووعودا فإننا نفي بها كبلد. ماذا يعني ذلك في سياق هذا الحديث؟ بعد فرض الحصار أتذكر بأنني سهرت بضع ليالي، كنت أحاول أن أتأكد وأضمن من خلالها أن تصل جميع شحناتنا في الوقت المحدد لها. لقد تمت محاصرتنا وبعض شركائنا العالميين هددونا بتطبيق بعض البنود الجزائية إن كنا متأخرين، ولكننا تمكننا من إيصالها في الوقت المناسب والوقت المحدد لها، وبذلك أنا فخور جدا. لذلك أقول لكم عندما تضعون أيديكم في أيدي القطريين نفي بوعودنا. هذه الركائز التي تشكل رؤيتنا، التزاماتنا الدولية، التزامنا مع أوبك والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك عقودنا الدولية. لدينا مشروع مشترك اسمه دولفين، ودولفين يزود الغاز لجيراننا في الإمارات المتحدة وبعد ذلك إلى عمان. حتى بعد فرض الحصار ما زالت هذه الاتفاقية قائمة. محامون نصحونا بأننا يحق لنا قانونيا أن نوقف توريد أو تصدير الغاز إلى الإمارات، ولكننا لم نوقف ذلك التصدير لأنهم يعتمدون على توليد الطاقة، وبالتالي عندما ينيرون أضواء منازلهم فالنسبة 40% أن بيوتهم تنار بالغاز القطري، ولا نريد أن نؤثر عليهم. والأمر الأخير الذي هناك لدينا الانضباط المالي، الانضباط عندما نتعاون مع زملائنا نحن نضمن تحقيقهم للأرباح. شركة دولفين
تستثمر مع توتال بقيمة 6 مليارات دولار، وإن أوقفنا تدفق ذلك الغاز إلى الإمارات فإن توتال كانت ستحقق خسائر أو ستتكبد خسائر، ولكننا لم نرد ذلك لقطر. قطر كحكومة نحن لا نسعى وراء الأرباح، نحن وراء سياسات وبناء الثقة. نحن مساهمون هم أطفالنا، وعندما نتعاون مع شركائنا نحن نضمن لكم تحقيق الربحية في حين نحن نحقق الاستدامة كدولة. النقطة الأخيرة التي أود أن أذكرها هو أن العالم يشهد تغيرا، سنجد زيادة في الطبقة الوسطى إلى ما يصل إلى 5 مليارات بحلول 2040، سيكون الطبقة الوسطى تصل إلى 5 مليارات نسمة، حينها سنكون بحاجة إلى المزيد من الماء. هنا يأتي دور الغاز القطري، نحن انتقلنا إلى دول مثل يوغندا ونيجيريا وإثيوبيا وساعدنا، قدمنا المساعدات لدول مثل ألمانيا لكي تنفذ برنامجها الجديد دون أن يكسروا عهودهم فيما يتعلق بالالتزام. كيف نحقق هذا الأمر؟ لكي نحقق الاستدامة فإن دولة قطر تأخذ هذه السياسات على محمل الجد. يوجد لدينا مبادرات نظيفة وبيئية وكذلك سياسات مالية منصفة وكذلك اتفاقيات تجارية واتفاقيات للاستيراد وكذلك شبكة طاقة متكاملة لكي نشجع الناس على الإنتاج. بذلك أقدم لكم الشكر على انتباهكم، وإن كانت لديكم أي أسئلة يسعدني الإجابة عليها. طبعا أنت ترأس سياسة الطاقة، أنت رجل ذكي. سأطرح سؤالين: هل ينتابك قلق إزاء مبادرات الطاقة المتجددة التي يمكن أن تفرط بصناعاتكم؟ هناك سوء فهم تجاه السيارة الكهربائية. ما يغفله الناس عن السيارة الكهربائية هي أنها بحاجة إلى شحن، لشحنها يجب أن تصلها بمصدر للطاقة، والكهرباء والذي يولد هذه الطاقة هو الغاز. فإن كنا نحن من يوفر هذا الغاز ويصدر هذا الغاز ونساعد في الحد من الانبعاثات الغازية فنحن مستعدون لذلك. إذا السيارات الكهربائية لا تشكل أي تهديد لمصدري الغاز. ربما طرح لك هذا السؤال من قبل، ولكن ماذا عن حصة الوقود الأحفوري في المستقبل؟ نعم، الوقود الأحفوري يشكل تقريبا 80% الآن في سوق الطاقة، وهو على هذا الحال منذ اكتشاف النفط في أواخر القرن 19. ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الطاقة تتطلب النمو، والوقود الأحفوري منذ أن تم تسليط الضوء عليه نزل إلى 75%، ومع زيادة النمو يزداد الطلب على الوقود الأحفوري. وبالتأكيد الطاقة البديلة تلعب دورا ولكنها لا تكون بديلة. ولكن إن كنت بتفصيل الوقود الأحفوري فإن الاعتماد على الفحم قد تقلص، ولكن ما زال الاعتماد على النفط وعلى الغاز قائما وسيبقى. إن هذا مجال عملي، لذلك أنا أتقن الإجابة عليه. نعم، ربما سمعت هذا السؤال مرة أخرى. طبعا أنا أقود سيارة هجينة، لذلك أنا أعتمد على الأمرين، الوقود الأحفوري وأيضا الطاقة المتجددة. كيف أثر الحصار على قدرتكم للإيفاء بالعقود؟ في الواقع لم يؤثر على قدرتنا الالتزام بعقودنا. في الواقع لقد قمنا باتخاذ إجراءات سريعة للالتزام لتحقيق التزاماتنا في العقود. شركاؤنا تحلوا بالثقة، كان علينا أن نضمن توصيل الشحنات في الوقت المحدد، والحمد لله تمكنا من تحقيق ذلك. وفيما يتعلق بشركائنا مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وأوبك وحتى دول مجلس التعاون الخليجي الذي تخلى عنا، نحن التزمنا بوعودنا والتزمنا بتعهداتنا. ما زلنا نوفر الغاز، نزود الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة، لم نخرق أي وعد قطعناه. أرجو أن تصفقوا له لهذه الإجابة.
شكرا جزيلا. المتحدث الثالث هو محمد العمادي وهو يعمل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، تلك اللجنة التي تمهد الطريق لاستضافة كأس العالم عام 2022. سيداتي وسادتي، يطيب لي وجودي هنا معكم. اسمي محمد العمادي وأنا أعمل مع اللجنة العليا وأيضا برامج الخدمات التي توفر خدمات للبنية التحتية الخاصة بكأس العالم. كما تعرفون كأس العالم معززة من موقع قطر وسلط الضوء عليها، وقد أفضى ذلك لاستحداث فرص كثيرة وعزز أيضا من التنمية الوطنية. وفي السنواته الماضية اللجنة بحد ذاتها لعبت دورا أساسيا مع مد الجسور مع شركات أمريكية، والقيمة السوقية بواقع نصف مليار دولار. ونحن نتطلع لمد الشركات مع شركات أخرى. أنا على ثقة أن الكثير من المؤسسات الممثلة هنا يمكن أن تكون جزءا من هذه الرحلة للوصول إلى عام 2022. إذن ما هي اللجنة العليا للمشاريع والإرث؟ منذ أن حصلنا على شرف استضافة كأس العالم في ديسمبر 2010، سمو الأمير الوالد وسمو الأمير تميم بن حمد استبصر إنشاء هذه اللجنة لكي ندفع بعجلة التمهيد لكأس العالم، وعنينا بطبيعة الحال بالبنية التحتية ونسقنا العمل بين القطاعين الخاص والعام لكي نعزز من بعض التفاصيل الخاصة بما يجري في قطر. وبطبيعة الحال هناك 500 شخص يدأبون لتمهيد طريق الوصول إلى كأس العالم، ونحن نتوقع أن يكون المونديال مميز، و 1.5 مليون مشاهد سوف يأتي إلى قطر ومليارات سوف تتابعنا على شاشات التلفاز. قبل أن ننطلق إلى فرص الأعمال أريد أن أتحدث عن الملاعب وإحراز التقدم فيها. إذن هناك 8 ملاعب لاحتضان المونديال، 7 منها بنيت من الصفر وكل منها ذو تصميم فريد في نوعه وإرث للمجتمع، ومهندسون معماريون مميزون عنوا بهذا الأمر. وهذا يظهر أيضا بمفهوم كأس العالم المصغر، هذا يعني أن هنالك 30 ميلا المسافة التي تفصل بين ملعب وآخر، وهذا يعني أن المشجعين في المونديال سوف يكونوا بمقدورهم أن يدخروا المال ويمكنهم أن يشاهدوا المباريات في يوم واحد. هذا استاد خليفة الدولي وهو الملعب الأول الذي أطلق للعالم كملعب كامل جاهز 5 سنوات قبل كأس العالم، وقد بني أولا في عام 1976، وهناك ذكريات مميزة. وقد أيضا استضفنا ألعاب آسيا في، وبطبيعة الحال القدرة الاستيعابية كانت مميزة، وبطبيعة الحال سوف أيضا يحتضن في عام 2019 ألعاب القوى. وهذه الصورة التقطت في نهاية كأس الأمير في مايو عام 2017، وكما ترون فإن هذا الاستاد كان ريانا بالناس عن بكرة أبيه، وهذا الحدث حصل في الصيف، وكما تعرفون الصيف في قطر يثقل كاهلنا، والحرارة كانت بواقع 90 فهرنهايت في الخارج و73 فهرنهايت في الداخل. هذا يعني أن الجميع استطاع أن يشاهد المباراة. وهذا هو استاد البيت وهو في مدينة الخور في جنوب الدوحة في الوكرة، وبطبيعة الحال هذا هو البيت الذي يستخدم كمجلس في الخليج، وهو سوف يستضيف مباراة
In terms of the progress, we are on track to finish the main work for this stadium. وبطبيعة الحال في هذه السنة سوف ننتهي من بنائه، ومع نهاية المونديال جميع الملاعب أو جلها سوف تفكك من الأعلى، وسوف نتبرع بها لبلدان أخرى لكي تستخدمها في مونديالات لاحقة. هذا هو ملعب الوكرة واستاد الوكرة، وهو موجود في جنوب الدوحة، وهي المنطقة التي يقطر فيها الكثير من القطريون. زها حديد هي التي لعبت دورا في تصميم هذا الاستاد، وهو يحتوي أو قدرته الاستيعابية 40,000، وفيه الكثير من المنشآت كالمدارس وأيضا مناطق للبيع بالتجزئة ومحال تجارية وما شكل ذلك. أما بالنسبة لإحراز التقدم فنحن يتوقع أن ننهي هذا الاستاد مع نهاية هذه السنة، وبعد المونديال 20,000 مقعد سوف نتبرع به لبلدان أخرى تحتاج إلى هذه المقاعد. بالنسبة لاستاد مؤسسة قطر، وهو موجود في المدينة التعليمية، وهو في مركز المدينة، مدينة التعليم، المدينة التنويرية، وهو بطبيعة الحال محاط بتكساس أنام هذه الجامعة، ونورث ويسترن يونيفرسيتي، وجورجتاون يونيفرسيتي، وويل كورنيل أيضا جامعة الطب، وهو قدرته الاستيعابية 40,000، وسوف يستضيف مباراة ربع النهائي. وهذا الاستاد فيه الكثير من المنشآت كملاعب ومضامير للجري وأيضا منشآت أخرى. أما بالنسبة للعمل في هذا الاستاد فيتوقع أن ينتهي في عام 2019، وبعد المونديال فإن الجزء العلوي منه سوف يتم التبرع به أيضا، وسوف يبقى لأن يستخدم من قبل الطلاب في المدينة الجامعية. بالنسبة لاستاد الريان، الريان طبعا معروفة لثقافتها ولمجتمعها الذي يحب نادي الريان المشهور، وقدرته الاستيعابية 40,000، وسوف يستضيف مباراة ربع النهائي، وهناك أيضا منشآت مختلفة كمركز مائي ومركز للسباحة وأيضا ملعب تنس. أما بالنسبة لإحراز التقدم في هذا المقام أو في هذا الملعب، مع حلول السنة الماضية سوف ينتهي هذا الاستاد استاد الريان، وأيضا كما ذكرنا سوف ينتهي استاد البيت. هناك أيضا استاد الثمامة، وهو على بعد 7 أميال من الدوحة، وتصميمه على منوال القحفية، وهي بطبيعة الحال شبيهة بغطاء الرأس الذي يعتمره الرجال في الخليج، وسوف يستضيف مباراة ربع النهائي، وسوف ننتهي من عمله في عام 2020، وقدرته الاستيعابية طبعا مميزة، وسوف نستخدمه أيضا للمجتمع المحلي في ذلك المكان. بالنسبة لراس أبو عبود فإن هذه المنشأة مميزة، والقدرة الاستيعابية هي 40,000 مشاهد، وهي في منطقة راس أبو عبود على بعد 6 أميال من مطار حمد الدولي. وراس أبو عبود وهذه المنطقة معروفة بأنها مطل على الكورنيش، والمفهوم هو مرتبط بحاوية شحن، وبعد انتهاء منها سوف يفكك هذا الاستاد، وسوف تستخدم أجزاءه لبناء استادات أخرى. طبعا هذا سوف يعزز من الإرث، وسوف يخفض أيضا من المواد المستخدمة، وأيضا الوقت والمجهود الذي يبنى فيه أو يتطلب بناء هذا الاستاد. هناك أيضا مراكز للتدريب للاعبين والحكام، وهذه المنشأة سوف تلعب دورا أساسيا من ناحية الإرث، لا سيما بعد فترة المونديال. هنالك طبعا الكثير من يمكن استخدامه في هذا المنشأ، لا سيما المدرسة، وكما ذكرت هنالك الكثير من الفرص، فرص الأعمال، وهي موجودة على هذه الشريحة. الإضاءة والمقاعد وأيضا منظومة التبريد والصيانة ما قبل المونديال وما
بعدها وأيضا إدارة المنشآت الحفاظ على هذه الملاعب. لأي معلومات إضافية يمكنكم أن تتصلوا ب business.relations@sc.qa، يمكنكم أن تتواصلوا معي أو مع زملائي. ولكن قبل أن أنهي حديثي أريد أن أعرض عليكم مادة في المية مقتضبة لكي تشرح ما يسمى ب journey to amazing أو الرحلة المذهلة. الخليفة الدولي لاستضافة كأس العالم 2022. Thank you.
شكرا محمد، أنا عاجز عن الكلام لروعة المشهد، هذا ما سنشهده في كأس العالم 2008. إذا سؤال سريع، نعم أنتم تحدثتم عن المنشآت والمرافق والتي غطيتموها في هذا الفيديو، لكن ما هو الشيء المميز بالنسبة إلي كمشاهد أو متابع ما يجعل كأس العالم في قطر عام 2022 متفردا؟ هو أن دولة قطر دولة صغيرة المساحة، وبالتالي هذا أخذناه لصالحنا، وللمرة الأولى في التاريخ يتاح المجال للمشجعين والمتفرجين حضور أكثر من مباراتين في اليوم، وهذا أمر. الأمر الآخر هو أنه ليس ثمة حاجة للسفر عبر الجو من مكان إلى آخر لمتابعة المباريات، إذن يمكن أن نستخدم المواصلات البرية، و هذا سيوفر المال وكذلك الكفاءة، والأمر عينه ينطبق على اللاعبين بحيث يكرسوا جل وقتهم على التدريب بدلا من السفر والترحال من مدينة كبيرة إلى مدينة كبيرة أخرى. الأمر الذي يجعل بطولة كأس العالم في قطر 2022 متميزة أن هذه المرة الأولى التي ينظم فيها كأس العالم في العالم العربي، لذلك نريد أن نغتنم هذه الفرصة وننظر إليها كميزة، ومن بين المليار ومليون ونصف مشاهد سيتاح لهم المجال الاطلاع وتجربة الضيافة العربية والثقافة العربية. الآن محمد المالكي وهو رئيس التخطيط في إذا سنختم بالسيد محمد. مرحبا بكم، أود أن أشكركم على بقائكم ومتابعة العروض، وأنا سأستهدف المستثمرين في القطاع الخاص الذين يسعون للاستثمار في دولة قطر، وأنا سأعرض شركتين المناطق وسلطة المناطق الحرة، لذلك سأنتقل إلى العرض بشكل سريع. مناطق هي شركة مناطق صناعية أنشأتها حكومة دولة قطر للترويج للمناطق الحرة في دولة قطر، وهنالك منطقتان حرتان سيتم إنشاؤهما قريبا، والحكومة كما ذكر زملائي أرست رؤية قطر 2030 والتي تركز على تنوع الاقتصاد، لذلك أحد الأهداف المرتبطة بتنويع الاقتصاد هو أن يكون هنالك أن نبتعد عن الصناعات الهيدروكربونية ونشرع في إيجاد وإنشاء صناعة جديدة، ونحن نهدف إلى تنويع الاستثمار لإضافة القيمة إلى الاقتصاد القطري، ورسالتنا هي إيجاد بيئة استثمارية تفيد المواطنين والمستثمرين الأجانب، ونأمل أن نضيف قيمة فيما يتعلق بالمنتجات والسلع. أما فيما يتعلق بالفوائد والعوائد، زملائي أكد على أهمية المعايير العالمية، و سيما فيما يتعلق بوجود بنية متقدمة جدا للمستثمرين عندما يقومون بافتتاح مشاريعهم، فإنهم سيتمتعون بهذه المعايير، وهنالك بيئة الاستثمارية المتكاملة والبنى التحتية المتكاملة، وكذلك هنالك الاستقرار وإمكانيات النمو، إضافة إلى نطاق واسع من الحوافز مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم، وكذلك التمتع بالمناطق الاستثمارية والمناطق التجارية. لماذا قطر؟ كما هو الحال في العروض السابقة، نعم قلنا أن الحكومة تستثمر في مجال البنى التحتية، ونحن نستهدف استثمار 220 مليار دولار، وهذا يهدف الاستثمارات في مجال كأس العالم واستضافة أحد أبرز الفعاليات الرياضية الكبرى، ونتحدث عن كأس العالم 2022. وقطر تعتبر الدولة الأعلى دخلا في العالم والأعلى في مجال الناتج المحلي الإجمالي، وطبعا سهولة التواصل والاتصال في المناطق الحرة، وتم افتتاح مطار جديد في شهر سبتمبر 2022
ميناء بحري عام 2017، وأيضا خدمات قطر إيرويز والخطوط الجوية القطرية التي تقود إلى 150 وجهة. وهنالك طبعا دولة قطر هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي فكما تعرفون قطر تقع على بعد 8 ساعات جوا من ثلثي مناطق ومدن العالم، وهذه الخريطة تبين موقع قطر. وكما ذكرنا باستخدام قطر أو شركة الخطوط الجوية القطرية يمكن الوصول إلى أكثر من 150 وجهة. وهنالك أيضا منظومة اتصالات مثل مطار حمد الدولي وكذلك ميناء حمد وخطوط المترو، ولذلك هذه المنشآت والمرافق المتقدمة جدا والتي ستمكن المستثمرين الأجانب للوصول إلى أي مكان في العالم. من المتوقع أن يتم افتتاح خط المترو الأحمر في عام 2020، وهذا سيوفر فرصة للمستثمرين للاستفادة من الاقتصاد المحلي. أما فيما يتعلق بالمناطق الحرة هنالك منطقتان حرتان، الأولى هي منطقة رأس بوفنطاس، وما نقدمه متشابه في كلتا المنطقتين، والفرق هو الوحيد هو الجهات المستهدفة والقطاعات المستهدفة وكذلك التواصل. فيما يتعلق بالمنطقة الحرة الأولى رأس بوفنطاس وهي قريبة من مينائي حمد ومطار حمد، ومساحتها 3 أو حوالي 4 كيلومترات مربعة، وهذه نظرة عن هذه المنطقة وكذلك الخطة الشاملة الخاصة بهذه المنطقة الحرة التي نعمل على تطويرها. هنا الأمر لا يقتصر فقط على إيجار قطع الأراضي بل توفير فرص الاستثمار للمستثمرين الأجانب، وما نعنيه بذلك هو أنه في المناطق ذاتها يمكن أن نجد قطاع الضيافة والسكن وكذلك البيئة التجارية وكافة كذلك الاتصال والتواصل مع المطار. ولذلك نحاول أن نوجد بيئة أو نظام بيئي استثماري صديق. رأس أبو فنطاس تقع ضمن حدود مدينة الدوحة، ونحن نستهدف مجالات وقطاعات صناعية، وطبعا نحن نعرف أن هذه المنطقة قريبة إلى المدينة، وبالتالي نستهدف الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الرعاية الصحية وكذلك صناعات الضوء وكذلك التكنولوجيا المتقدمة، ونحن نستهدف هذه في شركتي مناطق وشركة المناطق الحرة، واهتمامنا منصب هنا على دعم شركتي الاتصالات هنا أريد وفودافون، ولدينا أيضا بنية تحتية متقدمة والتي قمنا بتجهيزها لخدمة كأس العالم 2022 وقطاع الأعمال متقدم جدا. فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية كل الخدمات اللوجستية ستكون في هذه المنطقة بدعم من قطر إيرويز، وهذا العالم هي على تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مجال الشحن الجوي، وهي تستثمر بشكل كبير وساعية لتقديم كل الدعم للشركات الموجودة في هذه المنطقة الحرة. أما المنطقة الحرة الأخرى هي أم الحول، والاسم بسبب اسم المنطقة التي تقع في هذه المنطقة الحرة، لذلك هذه أكبر بستة أضعاف وست. هذه المنطقة قريبة من مصادر المياه، وهذه نظرة عامة عن هذه المنطقة وهذه الخطة الشاملة للمنطقة. فيما يتعلق بهذه المنطقة الحرة سيتم تطويرها على مراحل. المرحلة الأولى ستكون في المنطقة الشمالية باللون البرتقالي والمنطقة التي تحتها، ثم وهذه مساحتها 2.5 كيلومتر مربع، ثم المنطقة البحرية والمنطقة المطلة على البحر. ففي ميامي هنالك الكثير من اليخوت والقوارب، وأنا التقيت بإحدى شركات تصنيع اليخوت، وفي هذه المنطقة البحرية كما ترون هنالك الطريق البحرية أو المائية. نحن سنحاول أن نستضيف في هذه المنطقة الصناعات المختصة في المجالات البحرية مثل صناعة اليخوت وما شكلها، كذلك إصلاح القوارب و
الجزء الأسفل من المنطقة الحرة وهي مرتبطة بميناء حمد، ولذلك هي مجاورة لميناء حمد البحري، ولذلك الفئات المستهدفة والقطاعات المستهدفة تتعلق بالشحن البحري. لذلك نحن قريب، هذه المنطقة قريبة من ميناء حمد، وكانت هذه رؤية حكيمة من قبل الدولة بأن تكون المناطق الحرة قريبة من المنافذ البحرية وتحديدا ميناء حمد. الجهات التي نستهدفها هي الماء والغذاء وكذلك صناعة الآلات والمعدات والمعادن، وقريبا من هذه المنطقة طبعا قطر للبترول، شركة قطر للبترول، وكما ذكر زميلي من قطاع الطاقة لدينا كثير من الشركات مثل كافكو وآلكو وكاتالون، جميع هذه الشركات التي تختص في إنتاج المنتجات البتروكيماوية، كذلك الشركات المختصة في مجال البتروكيماويات ستستفيد من المواد الخام التي توفرها المنطقة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية. نحن نقدم الأراضي، قطع الأراضي والوحدات الصناعية، كذلك نقدم المصانع الجاهزة، وبالتالي لا حاجة للاستثمار في هذه المجالات. إذن مصانع متكاملة، ثم هنالك خدمات أخرى تقدم لهذه الشركات، وكذلك السكن الداخلي فضلا عن المتاجر، متاجر التجزئة والجملة. إذن هذا جزء من حل واحد للمستثمرين، حيث لا يحتاج المستثمر أن يبحث عن الخدمات الأخرى في البلد، إضافة إلى البنى التحتية الرئيسة مثل الماء والكهرباء والاتصالات وغيرها، كلها متوفرة. موقعنا الإلكتروني فاعل وعامل، ونحن يسعدنا أن نتواصل معكم ونستمع ونسمع منكم، ونحن على كامل الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لكم. أشكركم مرة أخرى على حسن إصغائكم. شكرا لك محمد. عرض متميز. سؤال سريع، هل هذه المناطق الحرة تستهدف الشركات الأجنبية، وما الذي تقدمونها لهذه الشركات الأجنبية؟ نعم شكرا. هاتان المنطقتان تستهدفان الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذه المناطق سيكون هنالك لوائح وقوانين جديدة. وتحدث زميلي عبد الباسط عن محاولة الحكومة تعزيز التشريعات والقوانين ودعم كافة المستثمرين المحليين والأجانب. المستثمرون سيقومون بالاستفادة من أفضل الممارسات، ولذلك نحن نستهدف المستثمرين الأجانب الذين يريدون استخدام والاستفادة من المرافق مثل مطار حمد وميناء حمد والوصول إلى أسواق جديدة في المنطقة في قارة إفريقيا أو قارة آسيا. لذلك هذه الجهات المستهدفة. أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة، كما ذكرت كلفة الطاقة والمياه متدنية جدا، وهذه قيمة مضافة بالنسبة للمستثمرين، فضلا عن البنى التحتية الأخرى التي تحدثنا عنها. كما ذكرنا أن الحل الواحد تحت من خلال نافذة استثمارية واحدة متوفر. هنالك بعض العملاء المهتمون، أعتقد وصلنا إلى نهاية الجلسة لكن إذا العروض، ولكن نفتح المجال إلى الأسئلة والمداخلات، ونرجو منكم أن تعرفوا بأنفسكم والشركة التي تمثلونها. تفضلوا. مرحبا بكم جميعا، اسمي عيسى أصليطي وأنا محامي قطري، وأشكر المتحدثين على عروضهم ومناقشاتهم المفيدة. لدي السؤال للسيد فهد الكواري، والسؤال أنه استنادا إلى خبرتك و الأسواق الحالية تشجع المستثمرين الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في
قطاع الطاقة. إذن الآن تتحدث عن مع تدني أسعار الطاقة، هل هذا ما زال يسمح باستقطاب المستثمرين؟ نعم صحيح، ذلك لأننا لنا تاريخ في الإيفاء بوعودنا، ولم أرى حالة لم نفي فيها باتفاقياتنا. حتى قبل انخفاض أسعار الطاقة كنا ننفق عندما كانت أسعار النفط 120 دولار للبرميل، واليوم أعتقد أن سعر برميل النفط 61 دولار. لذلك اقتصادنا واستراتيجيتنا لا تعتمد على أسعار النفط. أسعار النفط والغاز هي مصدر دخل، وكلما كانت الأسعار أعلى كلما كان الدخل أعلى. ولكن بالنسبة لاستراتيجياتنا نأخذ موضوع السعر في الاعتبار. استراتيجية الموازنة قائمة على سعر برميل النفط بقيمة 41 أو 42 دولارا، وذلك من أجل الإيفاء بكل تعهداتنا واتفاقياتنا. سؤال متابعة للسيد المالكي. العمل بشكل وثيق مع المستثمرين في قطر، أعرف أن أحد الأمور التي تهمهم هي رسوم الضريبة. أنت تتحدث عن المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وإذا ما كان قانون الضريبي سيطبق على هذه المناطق. نعم الضرائب طبعا لأنها مناطق حرة فلن يكون لك رسوم ضريبية لمدة 20 عاما طبعا. والآن سلطة المناطق الحرة تعمل على صياغة القوانين، وهذه المناطق ستكون معفاة من الضرائب بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب. طبعا بعد انتهاء هذه الجلسة سنتناول الغداء، ثم سيكون لك مجال للاتصال. اسمي ديفيد جوردون من شركة SGS، وشركتنا تعمل لضمان أن الصادرات بين قطر والولايات المتحدة تلتزم بالقوانين. والآن بعد الحصار وفرض الحصار، هل نرى مزيدا من السلع التي تأتي مباشرة إلى الموانئ القطرية بدلا من مرورها بموانئ الإمارات العربية المتحدة؟ هل هذا السؤال موجه لي؟ بالتأكيد لا. نعم السيد الكواري، ما شاهدناه في مجال الطاقة وهذا القطاع الذي أمثله، وأعتقد أن السيد الخيرين ربما يضيف ويدلي بدلوه. طبعا عندما تم إغلاق ميناء جبل علي قمنا بالتواصل مع شركائنا، وقمنا عملنا على فتح طرق شحن جديدة. وطبعا لو رفع الحصار اليوم فانه سيكون من صعوبتي من منظور اقتصادي ان نعود الى جبل علي او ميناء جبل علي، وذلك لان قمنا بتنويع موارد في قطاع الخدمات في الطاقة. استطعنا ان نستورد الكثير من عمان، وميناء حمد في نمو مضطرد، ولذلك لا نرى اي مشاكل على هذا الصعيد على الاقل من منظور قطاع الطاقة. سؤال اخير قبل ان نختم، واذكر بان الجميع سيكون متواجدا، اذا لم يكن هناك مزيد من الاسئلة ندعوكم الى البقاء لتناول الغداء. تذكروا كرة القدم، انا ساقدم هذه الكرة للسيد محمد، تفضل بالوقوف. هذه كرة قدم من ميامي أقدمها لمحمد لاستخدامها في كأس العالم 2022. سأقدمها لحمد وهو سيعيدها إلي في حفل الافتتاح في عام 2022. تفضل. شكرا لكم جميعا على حضوركم.